بسم الله الرحمن الرحيم. مع موضوع جديد في نيور اناتومي، هو الداين سيفالون او الداين كيفالون. في الرسمة اللي جاية ديت، ده السيريبرال هيمسفير، وقاعد زي ما احنا عارفين تحت منه من ورا السيريبيلر هيمسفير، والاتنين دول ركزين على جذع المخ اللي هو البرينستيم. فوق البرينستيم مباشرة وبين التو سيريبرال هيمسفيرز هنجد جزء اخر من البرين، هو الداين سيفالون او الداين كيفالون. هذا الجزء بيسموه احيانا انتر برين. يتكون من ايه الداين سيفالون؟ يتكون من 5 اجزاء. الجزء الاول هو اوفويد ماس اوف جري ماتر اسمها السلامس، ده الجزء الكبير الاساسي، هنتعرض له تفصيلا بعد شوية. قاعد تحت السلامس ديت 3 اجزاء، تحتها من قدامي عن الانترو انفيريور بارت قاعد مجموعة استراكشرز يسموها الهايبوسلامس، وده الجزء الثاني في تركيب الداينسيفالون. وقاعد تحت الميدل بارت of the inferior aspect of thalamus الجزء الثالث من الداينسيفالون اللي اسمه السب ثالاموس، اللي هو مباشرة فوق الميد برين الابر بارت of the brain stem. وفي الجزء الخلفي من الانفيريور اسبكت اوف ذا ثالاموس قاعد الجزء الرابع من الداينسيفالون اللي كان اسمه الميتا ثالاموس. اخيرا الجزء الخامس من اجزاء الداينسيفالون كان اسمه الايبي ثالاموس، وهو كان مجموعه ستراكشرز قاعده على الباك اوف ذا ابر سيرفيس اوف ذا ثالاموس. دي كانت الاجزاء الخمسة للداينسيفالون، الجزء من البرين اللي قاعد فوق البرين ستيم، هنتعرض لهم بالتفصيل واحد واحد. تعالوا نشوف مع بعضنا رقم واحد اللي هو الثالاموس. رؤوس الموضوعات اللي هتكلم بيها عن الثالاموس، عاوز الديفينيشن والسايت، الشيب ويشمل الايبكس والبيز والسيرفيسز. في هذا الدياجرام المبسط صورنا الثالاموس بهذا المنظر، شكل البيراميد او اوفويد شيبد اريا. اذا هي اوفويد شيبد لايك ماس اوف جري ماتر، قاعده على البيس اوف ذا برين تحت السيريبرال هيمسفير مباشره فوق الميد برين، وتتكون من تو هافس، رايت هاف وليفت هاف. مين اللي بيفرق بينهم؟ سليت شيبد لايك كافيتي اسمه السيرد فنتريكل، هو تجويف اخر من تجاويف البرين، شكله شكل الشق اسمه السيرد فنتريكل. اذن الثالاموس هي جزئين اتنين، رايت هاف وليفت هاف، يفصل بينهم شق عمودي اسمه السيرد فنتريكل. شكل الثالاموس كانت ويدج ان شيب، لها انتيريور اند ولها بيز او بوستيريور اند ولها عدد من السيرفيسز. اذا جينا نشوف الانتيريور اند اللي يقولوا عليها الايبكس، فدي كانت دايركتد انتيريور وكانت ان ذا فورم اوف اي بوردر، يسموه الانتيريور بوردر. وتقع الانتيريور اند او الايبكس اوف ذا ثالاموس مباشره خلف فتحه اسمها الانترفنتريكولار فورامين، كانت بتوصل الكافيتي اللي شكله شكل السلت اللي هو كان السيرد فنتريكل بكافيتي اخر بداخل السيريبرال هيمسفير اسمه اللاترال فنتريكل، عن طريق فتحه اسمها الانتر فنتريكولار فورامين اللي كانت تقع امام الانتيريور بوردر او امام الايبكس اوف ذا ثالاموس. اما البيز اوف ذا ثالاموس اللي هي البوستيريور اند، فكانت سلايتلي برود عن الانتيريور اند، ودي كان بيكونها مجموعة ستراكشرز يسموها الميتاثالاموس. والجزء من البيز اللي يقع خلف
الأبر سيرفس كان ممتد للخلف في صورة شلف، في صورة رف بيسموه البولفنر. النقطة اللي بعد كده اللي هي السيرفسز اوف ذا سالاموس. السالاموس لها السيرفسز الآتية، تو لاترال سيرفسز، ادي واحد على الليفت سالاموس ومن الناحية الأخرى زيه من هناك على الرايت سالاموس، بيسموه لاترال سيرفس. اللاترال سيرفس اوف ذا سالاموس كان شكله زي ما احنا شايفين كوادري لاترال، يعني شكل متوازي الأضلاع. طيب هناك ابر سيرفس، ده الابر سيرفس اوف ذا سالاموس. احنا عندنا اتنين سالاماي، الابر سيرفس اوف ايتش سالاموس كانوا الاتنين يعتبروا مع بعض بيكونوا سيرفس واحد، لان الكافيتي اللي بينهم كان كافيتي ضيق شكل الشرخ او شكل الشق. فاذا الابر سيرفس اوف ذا تو سالاماي اللي ده كان بيضموا مع بعض، بينضموا في صوره تريانجولار ان شيب، وبيتكون من التو سالاماي مع بعض يعملوا سيرفس واحد. انما هو اتنين على كل سالاموس هنجد ابر سيرفس، لكن مندمجين مع بعض في صورة تريانجولار شيب سيرفس اسمه الابر سيرفس. في خلف الابر سيرفس اوف ذا سالاموس كانت مجموعة الاستراكشرز اللي بروترودد من الخلف في صورة الاي بي سالاموس. وحيث ان احنا عندنا تو سالاماي فهنجد عندنا تو ميديال سيرفيسز، ميديال سيرفيس اوف ذا رايت سالاموس وميديال سيرفيس اوف ذا رايت سالام اوف ذا ليفت سالاموس. كل من هذان التو سيرفيسز يقعهم على السايدز اوف ذا ثيرد فينتريكل، بما هنشوفه في الدياجرام اللي جاي. سيرفيسز اوف ذا سالاموس، هذا الدياجرام العجيب الجميل اللي المفروض كل طالب بيدرس طب يحفظه جيدا، بيدرس نيورو اناتومي لابد ان يحفظ هذا الدياجرام جيدا. ادي السالاموس مبينا فيها السيرفيسز المختلفة. احنا قلنا احنا عندنا تو سالاماي، رايت سالاموس وليفت سالاموس، يفصل بينهم سليت شيبد كافيتي بيسموه الثيرد فينتريكل، هنتناوله بالتفصيل بعد شوية. السالاموس زي ما احنا شايفين لها ابر سيرفيس اهو، ولاترال سيرفيس اللي هو سلوبنج، ولها ميديال سيرفيس اللي احنا قلناه من شوية اللي بيقع على السايدز اوف ذا ثيرد فينتريكل. تعالوا نشوف الريليشنز لكل سيرفيس من هذه السيرفيس المختلفة. ناخد اولا الابر سيرفيس. الابر سيرفيس اوف ذا سالاموس بيكون ريليتد لبيج كافيتي اللي هو الكافيتي الاساسي اوف ذا سيريبرال هيمسفير اللي اسمه اللاترال فنتريكل. انا عندي اتنين لاترال فنتريكلز، رايت لاترال وليفت لاترال، كل فنتريكل من اللاترال تو لاترال فنتريكلز يقع فوق جزء من السالاموس. التو لاترال فنتريكلز هيفصلهم عن الابر سيرفيس اوف ذا سالاموس الاتي. الاول التو لاترال فنتريكل هيفصلهم عن بعض السبتم باللوسدم، لكن هيفصلهم عن الابر سيرفيس اوف ذا سالاموس الاستراكشرز الاتيه. ده اسمه الفورنكس، والفورنكس ده كان جزء من باسوي شهير هنتناوله في وقته. في كمان استراكشر اخر اسمه تيلا كورايديا، ده استراكشر هام جدا من ده، هو دريفيتيف من الثيرد فنتريكل. هذه التيلا كورايديا هنشرحها تفصيلا بعد شويه صغيرين. واخيرا الجزء الثالث اللي كان بيفصل السالاموس او الابر سيرفيس اوف ذا سالاموس عن اللاترال فنتريكل هو الكوديت نيوكليوس. ايه الكوديت نيوكليوس ديت؟ ديت احد أربعة ماسز اوف جري مطر مبعثرة في قلب، في باطن السيريبرال هيمسفير. احنا عندنا الاوتر مطر اوف ذا سيريبرال هيمسفير كانت جري مطر بتشكل السيريبرال كورتكس، باستثناء بعض الاجزاء كانت فيها الجري مطر مبعثرة بداخل السيريبرال هيمسفير، فهنجد بعض منها اسمها الكوديت نيوكلس، النواة ذات الزيلية أو ذات الزيل، كانت جزء منها بيقع على الأبر سيرفيس أوف ذا سالاموس على الناحيتين الاتنين. إذا الأبر سيرفيس أوف ذا سالاموس كان ريليتد لللاترال فنتريكل، وهيفصلوا عن اللاترال فنتريكل استراكشرز الآتية: الفورتكس وهنعرفه بعد كده ما حدش يقلق، والتيلا كورويديا وأيضا ما حدش يقلق من الاسم، والكوديت نيوكلياس، وهناك بعض الفايبرز الصغيره بيسموها استرايا تيرمينالز.
ديت كانت الريليشنز اوف ذا ابر سيرفيس اوف ذا سالاموس. طب السيرفيس التاني اللي هو ده اللي اسمه اللاترال سيرفيس، اللاترال سيرفيس اوف ذا سالاموس كان ريليتد لممر عصبي كبير للنيرفس باسوي. هذا النيرفس باسوي او النيرفس باسج ممر لمجموعه من التراكتس، هي اسندنج وديسندنج تراكتس، تراكتس طالعه وتراكتس نازله، طالعه للسيريبرال هيمسفير من فوق ونازله من السيريبرال هيمسفير رايحه للسباينال كورد تحت. الممر اللي ماشيه فيه هذه التراكتس كان اسمه انترنال كبسول، كانت ريليتد لللاترال سيرفيس اوف ذا سالاموس، وكانت بتفصل اللاترال سيرفيس اوف ذا سالاموس عن بيزل جانجليا تانية، عن انذر ماس اوف جري ماتر تانية مبعثره بداخل البرين اسمها لينتيفورم نيوكلياس. الميديال سيرفيس اوف ذا سالاموس كان هنا ريليتد لمين؟ للسيرد فنتريكل. واخيرا هناخد الانفيريور اسبيكت اوف ذا سالاموس، كان ريليتد للسب سالاموس. السب سالاموس دي اريا فيها نيوكلياي وفيها تراكتس، الا ان الميديال بارت اوف ذا انفيريور اسبيكت اوف ذا سالاموس كان ريليتد لمجموعه ستراكشرز بيسموها هايبو سالاموس، وكل دول كانوا قاعدين على التجمنتوم اوف ذا ميد برين. دي كانت الريليشنز of the different surfaces of the thalamus. ناخد الجزء الثاني من الداينسيفالون اللي كان اسمه الهايبوثالاموس. احنا لو نتذكر الرسمه ديت اللي كنا ناقشناها في الاستراكشرز اوف ذا ميد برين، كانت هذه المنطقه، هذه الاريا اللي كانت تقع بين الاوبتيك كازما من الامام والبونس من الخلف، انتيرو لاترال كان الاوبتيك تراكت، وبوستيرو لاترال كانت الكراس سيريبرام اللي هو الانتيريور بارت اوف ذا بيزس بيدانكيولاي اوف ذا سيريبرال بيدانكيل. كانت الاريا اللي في النص ديت اسمها انتر بيدانكيولار فوسا. لما جينا شرحنا الانتيريور سيرفيس اوف ذا ميد برين قلنا ان كان في ثلاث حاجات، كان في ايه؟ كان في سيريبرال بيدانكيل واوكيولو موتور نيرف ومجموعه ستراكشرز يسموها كونتنتس اوف ذا انتر بيدانكيولار فوسا. هذه الكونتنتس كانت هي نفسها الهايبوثالاموس. اذا الهايبوثالاموس هي جروب اوف ستراكشرز بتكون الكونتنتس اوف ذا انتر بيدانكيولار فوسا، ودي كانت خمس حاجات تعالوا نتكلم عليها كده. اول واحد اللي هو ده كان الاوبتيك كيازما، يعني الاريا المرتفعه ديت اسمها المنطقه المرتفعه او التيوبر سينيريوم اللي كانت مخترقه مخرومه من النص وطالع منها استراكشر بيسموه انفانديبلم اوف ذا بيتيوتري جلاند. واخيرا التو راوندد ماسز، مش اخيرا قبل الاخير، تو راوندد ماسز هنا اللي اسمهم ماميلاري بودز قاعد في خلفها هذه الاريا المخرمه المثلثه الشكل هنا اللي كان اسمها بوستيريور بورفوريتد سبستانس. ده الخمسه استراكشرز ديت هي اللي بتكون الكونتنتس او الكومبوننتس اوف ذا انتر بيدانكيولار فوسا اللي هي نفسها كانت الجزء الثاني من الداينسيفالون اللي اسمه الهايبوثالاموس. احب اشاور هنا بس النقطه ان هناك بعض الناس يقولوا الاوبتيك كيازما مش من الكونتنتس اوف ذا هايبوثالاموس، وناس اخرين يقولوا ان الاوبتيك كيازما هي من الكونتنتس اوف ذا ثالاموس وانا اوف ذا هايبوثالاموس. وانا ما احبش ولادنا الطلبه ينزعجهم ولا يخافهم، مجرد ان الطالب اللي يعرف ان في اوبتيك كيازما وان ديت تدخل او لا تدخل في الكونتنتس اوف ذا هايبوثالاموس، فده في حد ذاته انجاز طيب ومعلومه طيبه للطلبه احنا بنشكره عليها. الهايبوثالاموس في دياجرام اخر يدوي، احنا لو نتذكر الرسمه ديت كانت دي البونس وكانت دي المظله، وهنا ديت كانت الانتر بيدانكيولار فوسا. البوستيريور لاترال، البوستيرو لاترال باوندري بتاعها كان السيريبرال بيدانكل، والانتيرو لاترال باوندري بتاعها كان الاوبتيك تراكت، والاوبتيك كيازما كانت من الامام. وهنا كانت ادي الخمسه ستراكشرز اللي بتكون الانتر بيدانكيولار فوسا او الهايبوثالاموس. بنكررها تاني، واحد الاوبتيك كيازما، اتنين الليفيتد اريا اسمها تيوبر سينيريوم، تلاته الانفانديبلم اوف ذا بيتيوتري جلاند، اربعه تو ماميلاري بودز، خمسه البوستيريور بيرفوريتد
سبستانس. ده في دياجرام يدوي شرحنا احنا قبل كده مع الانتربدانكولار فوسة او الجزء من الانتيريور سيرفيس اوف ذا ميد برين. بنأكد برضو بنلخص الموضوع بتاعنا بنقول ان الانتربدانكولار فوسة تاني الكونتنس بتاعتها هي الهايبوثالاموس، دي حاجة. والحاجة التانية ان الانتربدانكولار فوسة بتمثل الفيتشرز اوف ذا انتيريور سيرفيس اوف ذا برين. وعاوز اقول كمان ان الهايبوثالاموس زيها زي هي انتربدانكولار فوسة، كانت قاعدة فوق شيء وتحت شيء، كانت قاعدة فوق البيتيوتري جلاند، يعني البيتيوتري جلاند قدامي انا، وكان قاعد فوق منها السيركل اوف ارتريز بيسموها السيركل اوف ويلس هنا، وكانت هي قاعدة مباشرة تحت السيرد فنتريكل، وقاعدة ورا كانت هنا هوت في عند الانتيريور برفوريتد سبستانس الانتربدانكولار فوسة او الهايبوثالاموس قاعدة ورا. دي كانت الامبورتانت ريليشنز اوف ذا هايبوثالاموس. في دياجرام اخر للهايبوثالاموس احنا من خلال ساجيتال سيكشن او سايد فيو للسيريبرال هيمسفير او من خلال الداينسيفالون، ادي كانت السلامس. والسلامس زي ما احنا عارفين كانت راكبه على البرين ستيم، ده البرين ستيم، ده الميد برين، وادي البونس، وادي المظله، وادي كان الباك اوف ذا ميد برين اللي هم كانوا التو كولوكيولاي، وكان قاعد في خلف البونس والمظله كان قاعد السيريبيلم، وكان في الكافيتي الشهير اللي جاي من تحت امتداد السنترال كانال، الكافيتي اللي اسمه الفورس فنتركل اللي كان بتوصل بالسيرد فنتركل انها هوت بالسيربرال ايكودكت، واخيرا الانتر فنتركولار فورامين كان موصله باللاترال فنتركل. الهايبوثالاموس كانت فين؟ الهايبوثالاموس زي ما احنا قلنا هي جروب اوف ستراكشر يقع الانترو انفيريور بارت اوف الثالاموس، يعني في هذا المكان بالظبط. بس اكمل الرسمه، هنقول ان ده اسمه الكورباس كالوزم اللي كان بيحيط بالثالاموس واللاترال فنتركل، والكورباس كالوزم ده كان نوع من الكوميشرال فايبرز جايه بتوصل السيم ارياز على البوث سايدز اوف ذا سيريبرال هيمسفير اسمه الكورباس كالوزم. ودي هنا كانت في جروب اوف ستراكشرز، كان في شيء اسمه لامينا ترمينالز، ده كان من بقايا السيفاليك بارت اوف ذا نيورال تيوب اسمه لامينا ترمينالز، كان خلف منه كان في مجموعه فايبرز عامله كولم بيسموه الانتيريور كولم اوف فورنكس، وكانت هنا في برضه كوميشرال فايبرز بيسموها انتيريور كوميشر. دي كانت بتمثل الحدود الاماميه للسيرد فنتركل والداينسيفالون في نفس الوقت. طيب فين الهايبوثالاموس هنا؟ احنا قلنا دي كان اسمها اللامينا ترمينالز اللي كانت بتمثل بقايا النيورال تيوب في الجنرال امبريولوجي، كانت بتنتهي هنا في مين؟ في الاوبتيك كيازما اللي هو اول جزء في الكومبوننتس اوف ذا ايه اوف ذا هايبوثالاموس. يبقى دي الاوبتيك كيازما، ورا منها على طول هنجد الانفانديبولم اوف ذا بيتيوتري جلاند، جزء من البيتيوتري جلاند اسمه البيتيوتري ستوك او الانفانديبولم. خلف منها اليفيتد اريا بيسموها التيوبر سينيريوم، وكان خلف التيوبر سينيريوم الماميلاري بودي ديت الراوندد ماس اوف جراي ماتر اللي قاعده في نهايه الانتيريور كولم اوف ذا فورنكس. واخيرا الجزء الخامس من الهايبوثالاموس اللي كان اسمه البوستيريور بيرفوريتد سبستانس. اذا هذه هي الخمسه كونتنس للهايبوثالاموس بس من خلال سايد فيو من خلال ساجيتال سيكشن. يبقى ده ساجيتال سيكشن اكروس ذا سيريبرال هيمسفير، ظهرت فيه الثالاموس والبرين ستيم، وظهرت مجموعه الاستراكشرز اللي قاعده في الانترو انفيريور اسبيكت اوف ذا ثالاموس اللي بتمثل الجزء الثاني من الداينسيفالون اللي اسمه الهايبوثالاموس او المهاد. الجزء الثالث من الداينسيفالون اللي كان اسمه السبثالاموس. طيب احنا نتذكر مع بعضنا، ديت كانت الثالاموس، ودي كانت مجموعه استراكشرز كونت الهايبوثالاموس اللي كانت قاعده في الانترو انفيريور بارت اوف ذا ثالاموس. طب قاعد في الميدل بارت اوف ذا انفيريور اسبيكت اوف ذا ثالاموس اريا اخرى من الكونتنتس اوف ذا داينسيفالون اسمها سب ثالاموس. ايه السب ثالاموس ديت؟ دي انذر بارت من الجزء الثالث من الداينسيفالون، يتكون من
masses of nuclei, scattered groups of nuclei، ومع بعض من التراكتس اللي بتمر عبر الثلمس وتوصلها بالجزء اللي تحت منها اللي اسمه الميد برين. إذن السبثلمس ده جزء تالت فيه نيوكليي وفيه تراكتس طالعة ونازلة من خلال الثلمس فبتمر على السبثلمس. طيب، وده كان الجزء الرابع اللي كان اسمه الميتا سالاماس، الرابع من الداينسيفالون، وده كان الجزء الخامس اللي كان اسمه الايبي سالاماس. احنا كده خلصنا التلات اجزاء، خلصنا السالاماس والهايبو سالاماس والساب سالاماس. ندخل على الجزء الرابع اللي كان اسمه الميتا سالاماس. هذا الفيو كان للسالاماس من الخلف، ده كانت الرايت سالاماس ودي كانت الليفت سالاماس، وكانوا الاتنين يحجزوا او يفصلهم عن بعض الكافيتي اللي هو سليت شيبد لايك اوف ذا ثيرد فينتريكل. طيب، قاعد تحت السالاماس على طول كان في عندي الميد برين. الميد برين الجزء الخلفي منه ده بوستيريور فيو، فكان الجزء الخلفي من الميد برين اللي كان اسمه التكتب كان مكون من 4 كولوكيولاي، 2 سوبيريور كولوكيولاي و2 انفيريور كولوكيولاي، ودول احنا اتكلمنا عليهم في المحاضرات اللي فاتت بتاعه الميد برين. كان بين التو سوبيريور كولوكيولاي كان جزء من الايبي سالاماس اسمه الباينيال بودي، هنتكلم عليه بعد شويه. طيب، فين الميتا سالاماس هنا؟ الميتا سالاماس كانت تقع في الباك اوف ذا لور او انفيريور اسبيكت اوف ذا سالاماس هنا. دي السوبيريور كوليكولاس كان لها دراع طالع منها اسمه الدراع العلوي او سوبيريور بريكيوم، ده عن ناحيتين الاثنين. السوبيريور بريكيوم ده عباره عن ايه؟ ذراع بيحتوي على فايبرز خاصه بالفيجن، خاصه بايه؟ بالابصار، بتتوصل بانظر سنتر من السنترز المختلفه بتاعه الفيجن اسمه لاترال جينيكيوليت بودي. طيب، يبقى دلوقتي عندي هنا لاترال جينيكيوليت بودي متوصل بالسوبيريور كوليكولاس من خلال ذراع، ذراع يعني بريكيوم يعني هيومرس، متوصل بهذا الذراع اللي كان اسمه السوبيريور بريكيوم. طب دي كانت الانفيريور كوليكولاس، الانفيريور كوليكولاس كان الجزء من الميد برين، هتتوصل بذراع اخر اسمه الذراع السفلي او انفيريور بريكيوم، هتتوصل بمين؟ بالميديال جينيكيوليت بودي، وهو سنتر مختص بوظائف الهيرينج. اذا التو جينيكيوليت بوديز، اللاترال جينيكيوليت بودي المختص بالفيجن والميديال جينيكيوليت بودي المختص بالهيرينج على الناحيتين، على الرايت سايد وعلى الليفت سايد، اللي كانوا متوصلين بالتو كولوكولاي اوف ذا ميد برين، هذان التو جينيكيوليت بوديز هما الجزئين المكونين للميتا سالاماس. اذا الميتا سالاماس اللي هو كان الجزء الرابع من اجزاء الداينسيفالون كان بتتكون من حاجتين اتنين، الجزء الاول راوندد ماس اسمها لاترال جينيكيوليت بودي تقع على الباك اوف ذا لوور اسبيكت اوف ايتش سالاماس. اللاترال جينيكيوليت بودي دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن سمول اوفويد ماس أعدى لاترال لمين؟ أعدى لاترال للميديال جينيكيوليت بودي. طيب، هي كونكتد بالسوبيريور كوليكولاس من خلال السوبيريور بريكيوم ده من الخلف، أما من الأمام فكانت كونكتد بيطلع منها الأوبتيك تراكت اللي هتوصلها بالأوبتيك نيرف اللي هتتوصلها بالريتنا أوف ذا أي، دي كونسيرند ويز فيجوال أكتيفيتي. اما الميديال جينيكيوليت بودي فدي كانت سمول اوفويد ماس قاعده لاترال لمين؟ شايفين كده؟ لاترال للسوبيريور كوليكولاس او قاعده ميديال، ميديال لمين؟ ميديال لللاترال جينيكيوليت بودي. كانت متوصله الميديال جينيكيوليت بودي متوصله بالانفيريور كوليكولاس بذراع اسمه الانفيريور بريكيوم. اما الميديال جينيكيوليت بودي اللي هو الجزء الثاني من الميتا سالاماس ده كان مختص ببعض من الهيرينج او الاوديتوري اكتيفيتي. واخيرا وصلنا الى الجزء الخامس من اجزاء الداينكيفالون او الداينسيفالون اللي كان اسمه
الإيبي سالاموس. دي كانت السالاموس، ومن هنا كانت الهايبو سالاموس، ورا منها السب سالاموس اللي كانت راكبة زي ما احنا عارفين على الميد برين، وكان من خلف النانوت الجزء الثالث اللي يقع خلف السب سالاموس، وتحت السالاموس الجزء الرابع اللي لسه شارحينه حالا اللي كان اسمه الميتا سالاموس. هنوصل للجزء الخامس من الداينسيفالون اللي اسمه الإيبي سالاموس، وده كان عبارة عن 3 استراكشرز. ايه هما؟ في النص الإيبي سالاموس هي جروب اوف استراكشرز تقع على البوستيريور بارت اوف ذا ابر سيرفيس اوف بوث سالاماي او اوف ذا سالاموس. كان بيتكون من التالي، كان تو تريانجولار ديبريسد ارياز تقع على السايدز اوف ذا ميدل لاين اوف ذا ابر سيرفيس اوف سالاماي، يسموها هابينولار تريجونز. بين التو هابينولار تريجونز كانت تقع سمول كونيكال ماس تقع على البوستيريور اند اوف ذا سالاموس بتوين ذا تو سوبيريور كولوكولاي، واسمها الباينيال بودي. هذا الباينيال بودي كان متوصل بسليت شيبد كافيتي اللي هو السيرد فنتركل بتو كوميشرز او تو روتس. الروت الاولين هو الابر روت اللي كان اسمه هابينولار كوميشر، والروت التاني جاي من تحت متوصل برضو باللور بارت اوف ذا ثيرد فنتركل وكان اسمه بوستيريور كوميشر. والكلام ده هنشرحه بصوره اوضح مع الثيرد فنتركل.